يعد الشباب هم الفاعل الأبرز في تحديد مسارات الشعوب واللبنة الأولى في مستقبل الأوطان. وعندما مرت مصر بمرحلة فارقة من تاريخها، كان الرهان على الشباب وسلاحها للعبور نحو المستقبل. وفي إشارة على عزم الدولة المصرية الدائم على دعم شبابها لتحقيق أحلامهم نحو الأمل والمستقبل، تم إطلاق المؤتمر الوطني للشباب ليكون منصة للحوار المباشر بين الدولة بمختلف مؤسساتها والشباب الواعد تحت شعار بقوة شبابها تحيا مصر. وفي عام 2017 تم إطلاق منتدى شباب العالم بهدف الجمع بين الشباب المصري ونظرائهم من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الأمم المتحدة قراراته كوثيقة رسمية ضمن خطط التنمية 2030. وبناء على توصيات المؤتمر الوطني للشباب، أنشأت الدولة بقرار جمهوري في عام 2017 الأكاديمية الوطنية للشباب، والتي تهدف إلى التوعية بالأخطار والتحديات التي تواجه الدولة وتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل. كان إيماني بالشباب راسخاً لا يتزعزع، فهم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المنير المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء والتعمير. فلا سقف لطموحهم ولا حدود لأحلامهم. وفي عام 2019 تم تعيين 25 قيادة شبابية خلال حركة المحافظين الجدد ونوابهم، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وزراء ومحافظين بالضرورة الاستعانة بالكوادر الشبابية كمعاونين لهم بعد تأهيلهم وإكسابهم الخبرات اللازمة. ويعد نموذج محاكاة الدولة المصرية الذي أقيم خلال مؤتمر الشباب الوطني السابع عام 2019 أحد أبرز مظاهر تمكين الشباب سياسياً، حيث حاك الشباب المصري دور السلطة التنفيذية والتشريعية وخاضوا تدريباً عملياً على إدارة الملفات الحكومية. وعلى مستوى التمكين الاقتصادي، أطلقت الدولة مشروع رواد 2030 لتمكين الشباب من خلال دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمساعدة في خلق وظائف لهم ولغيرهم. هكذا وخلال سنوات قليلة تحول حلم تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وتعزيز دورهم في المجتمع إلى حقيقة، حتى أصبح هناك العديد من الآليات التي تشكل جسراً للتواصل بشكل مستمر مع الشباب ومعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة المصرية. أوصيكم بالتمسك بأحلامكم والعزم على تحقيقها دون حيود أو انحراف عن أهدافكم السامية. اعملوا بكل جهد واجتهاد من أجل مستقبلكم ومستقبل أوطانكم. اجعلوا الحوار وتقبل الآخر دستوركم، والإنسانية شريعتكم، والعمل منهجكم. عقد النية على أن تجعلوا أوطانكم وعالمكم أكثر سلاماً واستقراراً. اجعلوا معركتكم من أجل الغايات النبيلة هي أسمى معارككم. حافظوا على نقائكم وحماسكم، ولا تحيدوا عن النسق الإنساني الحقيقي.